لاعب بمهارات خيالية، دقة في التصويب، تركيز في تسديد الكرات. إنه نجم الهلال الجديد نيمار. قدم نادي الهلال السعودي اليوم السبت نجمه الجديد المهاجم البرازيلي نيمار أمام آلاف من الجماهير في العاصمة الرياض. ووصل نيمار البالغ 31 عاماً مساء أمس الجمعة إلى الرياض بألوان قميص الهلال، أحد أكثر الأندية السعودية شعبية، حيث لاقى استقبالاً حافلاً بمطار الطيران الخاص. وبعد ظهر السبت بدأ جمهور الهلال الملقب في السعودية باسم الزعيم، والكثير منهم يرتدون قمصانه الزرقاء في التوافد على الملعب، ورفع المشجعون تيفو بشعار يحمل وجه نيمار. وشهد الحفل استخدام مكثف للألعاب النارية والطائرات المسيرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما. كما شهد الحفل تقديم الجناح البرازيلي مالكوم والحارس المغربي ياسين بونو. وأفاد مصدر في السعودية أن نيمار سينال راتباً ضخماً مقدراً بمئة مليون يورو سنوياً في عقد يمتد لعامين. وبات الهلال ثاني أكثر أندية العالم إنفاقاً في نافذة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تشيلسي الإنجليزي.